حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عبد الله بن أرقم أنه حج فكان يصلي بأصحابه يؤذن ويقيم فأقام يوما الصلاة وقال ليصلي أحدكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني أبي عن عبد الله بن أرقم أنه خرج من مكة وكان يؤمهم ويؤذن ويقيم فأقام يوما الصلاة فقال ليصلي بكم رجل منكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء.